بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جعله الله عز وجل مباركا علينا وعلى المسلمين أجمعين، يعني يتساءل كثير من المرضى الأمراض الصدرية، يعني ماذا نفعل في الصيام؟ هل نصوم أو لا نصوم؟ وهل كيفية الصيام؟ وماذا نفعل في العلاج وما شابه ذلك؟ وللتسهيل إجمالا، لأن كل مريض على حدة يحتاج إلى تقييم حالته على حدة، لكن على وجه الإجمال ممكن أن نقسم الأمراض الصدرية بوجه عام إلى بالنسبة للصيام إلى أمراض حادة وأمراض مزمنة وأمراض لا يرجى شفاؤها، كما هي القاعدة الشرعية، الأمراض التي لا يرجى شفاؤها لأن لها أحكام فقهية خاصة بها. الأمراض الحادة إذا كانت شديدة، في هذه الحالة يصعب معها الصيام، ويكون للمريض أن يفطر. ومثل مثلا التهاب رئوي حاد، إنسان كان عادي خالص كويس، وبعد كده وجد نفسه في حرارة شديدة، في ضيق في التنفس الشديد، في كحة شديدة، في صعوبة حتى في الحركة والمشي، هذا التهاب الرئوي الحاد ينبغي معه أن يفطر المريض ولا يصوم، لأنه هيحتاج سوائل دافية بكثرة، تحتاج سوائل كتير، لأنه سخن، في سخونة، والسخونة دي بتنكت عنها عرق وفراز كميات كبيرة جدا من الماء، وبالتالي فهو يحتاج إلى الماء، فضلا عن أنه فيكون منهك القوة ولا يستطيع في كثير من الأحيان أن يقوم حتى بالأعمال الخفيفة. ده بالنسبة للتهاب الرئوي، والتهاب الرئوي غالبا ما يكون حاد، خاصة إذا كان التهاب الرئوي ده شديد، يعني جزء كبير من الرئة واخد فص كامل أو أكثر من فص من فصوص الرئة الخمسة، أو في الناحيتين، أو معه أمراض أخرى، يعني التهاب الرئوي هو مثلا عنده سكر أو عنده ضغط أو عنده القلب قصور في الشرايين التاجي أو ضعف في عضلة القلب بالذات، في هذه الحالة هيكون مرض شديد، وحتى دي من الحالات التي يستلزم معها أحيانا دخول المريض المستشفى للرعاية الطبية القريبة والمتتابعة، نظرا لوجود أمراض أخرى أو نظرا لضعف حالة المريض أو نظرا لشدة المرض أو نظرا لوجود التهاب الرئوي في الجانبين الأيمن والأيسر أو أكثر من فص من فصوص الرئة. في هذه الحالة ننصح المريض في أن يفطر ويقضي ما عليه، لأن التهاب الرئوي إن شاء الله بإذن الله بيشفى في خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر، وبيرجع الإنسان طبيعي إذا كانت الرئة كانت سليمة قبل ذلك، وبالتالي هو من الأمراض التي يكون معها القضاء. النزلة الشعبية الحادة، المرض الشهير أو التهاب الشعبي الحاد، الذي يكون غالبا بعد التهاب حاد في الجهاز التنفسي العلوي، أو ما يعرف بالتهاب الفيروسي في الجهاز التنفسي العلوي، اللي هو التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الحلق أو التهاب الأنف، ثم يزداد المرض ويحدث التهاب في الشعب الهوائية، فيسمى هذا التهاب حاد في الشعب الهوائية. التهاب حاد في الشعب الهوائية قد يكون بسيط، في غالب الأحيان يكون بسيط، ممكن معه الصيام، لكن إذا كان شديد، إذا كانت كحة نافية جدا، وإذا كان لا يستطيع أن ينام حتى من الكحة، إذا كان يحتاج إلى سوائل دافية بكثرة، وهذا مرض حاد أيضا، في هذه الحالة للمريض أن يفطر ثم بعد ذلك أن يقضي ما عليه، لأنه لا يستطيع الصيام بسهولة، خاصة أيضا إذا ما كان هذا الالتهاب الحاد في الشعب الهوائية مصاحبا أو مصحوبا بأمراض أخرى في الإنسان، مثل السكر أو ضعف عضلة القلب أو الكلى أو أمراض شديدة في الكلى طبعا أقصد، أو أي أمراض أخرى شديدة بالجسم تعوق الإنسان عن الحركة وعن أن يستطيع أن يقوم بالوظائف الطبيعية البسيطة جدا، أو أن يستطيع أن يأخذ حتى التنفس بسهولة ويسر. في هذه الحالة للمريض أيضا أن يفطر. أما النزلة الشعبية الحادة، نزلة البرد الحادة البسيطة اللي احنا كلنا ونشوفها وكلنا ونمر بيها، ده معها ممكن مريض أن يصوم ولا حرج عليه في ذلك. أما إذا كانت شديدة كما ذكرت فإنه أيضا يفطر ثم بعد ذلك يقضي، لأنه ليس من الأمراض المزمنة وليس من الأمراض التي لا يرجى برؤها. طيب، يبقى كده التهاب، اتكلمنا عن التهاب الحاد الرئوي والالتهاب الحاد بالشعب الهوائية باعتبار دول أكثر الأمراض الحادة شيوعا وانتشارا والتي تصيب قطاع كبير من المرضى، وهذا هو الجزء الخاص بالأمراض الحادة التي ذكرنا أن الأمراض مع الصيام ستكون إما حادة وإما مزمنة وإما أمراض لا يرجى برؤها. الأمراض الحادة قد تكون أيضا
إضافة لمرض مزمن. يعني زي إضافة لمرض مزمن، يعني مرض الحساسية مثلا، مرض الربو الشعبي، مرض الربو الشعبي ده مرض مزمن، لكن ممكن مريض يكون حالته مستقرة خالص طبيعي، لما يجي له نزلة شعبية حادة يقوم يقول له نوبة حادة، نوبة حادة من الحساسية، نوبة حادة من الربو الشعبي، رغم أنه هو المرض مزمن بس هو مستقر وأموره مستقرة، لكن حينما يصاب بهذه النوبة الحادة من نوبات الحساسية أو ما يعرف بالربو الشعبي أو ما هو أصلا اسمه الربو الشعبي ويعرف عند العامة بالحساسية، هذه النوبات الحادة قد تكون بسيطة وقد تكون متوسطة وقد تكون شديدة. النوبة الحادة إذا كانت بسيطة يعني تعدي بسيطة ببساطة ممكن معها الصيام، أما النوبة الحادة إذا كانت شديدة فيصعب معها الصيام، وينبغي للمريض أن يفطر ثم يقضي ما عليه فعدة من أيام أخر، لأن النوبة الحادة في كثير من الأحيان وفي الغالب الأعم تخف بفضل الله وتشفى ويرجع المريض لحالته المزمنة الطبيعية التي يتوافق معها ويتسار معها وربما يتعايش معها ببساطة ويسر، بالعلاج طبعا اللي هو متتبعه والذي يتابع معه طبيبه الذي يعالجه. فالنوبة الحادة معناها ان في التهاب حاد في الشعب او في التهاب روجه زياده على الحساسيه او اي نوبه حاده نتيجه تعرض لاتربه وادخنة وروائح او شيء شاق شديد. اذا كانت شديده يبقى قلنا هيفطر، اذا كانت بسيطه يبقى ممكن معها الصيام. وياتي للسؤال الشهير، كيف يصوم مريض البخاخات؟ يعني هيصوم ولا ما يصومش، والبخاخه تفطر او لا تفطر بصرف النظر عن القواعد الفقهيه والاختلاف الفقهي في أن البخاخة تفطر أو لا تفطر. أنا بس أربي على حاجة، أن البخاخة ليست أكسجينا كما يتصور البعض، والبخاخة ليست هواء كما يتصور البعض، إنما البخاخة صحيح فيها غاز يدفع ما بها من مواد، والمواد دي عبارة إما أبخرة وإما مواد دوائية، دوائية فعلا زي الأقراص أو زي البودرة مطحونة تدفع بدفع الهواء اللي فيها والغاز اللي فيها، لكن هي ليست هواء ولا أكسجينا كما يتصور البعض، إنما هي دواء وحبيبات وربما تكون رذاذ. ولكن دائما تعلمنا إذا ما استطعنا الخروج من الخلاف فهذا أيسر وأحسن، وبالتالي فإحنا نستطيع أن نصف لكثير من مرضى الربو الشعبي بعض النصائح التي معها من الممكن أن يستغنوا عن البخاخات بالنهار، ومن الممكن أن يواصلوا صومهم دون حرج عليهم أو دون ضيق في نفوسهم. أولا الأساليب الوقائية العامة اللي احنا نتحدث عنها للحساسية بوجه عام، بوجه عام سواء في رمضان أو غير رمضان، الحساسية ديت عبارة عن ضيق في الشعب الهوائي يحدث نتيجة تعرض الجسم أو استنشاق الجسم لمواد غريبة عنه، هذه المواد الغريبة تهيج الشعب الهوائية وتحدث ضيقا بها، ومن ثم يشعر المريض بضيق في التنفس وربما كحة أو صفير أثناء خروج الهواء. ضيق التنفس هذا يجعله لا يستطيع أن يتكلم في بعض الأحيان أو يتكلم بمشقة أو يمشي بمشقة أو عنده ضيق في التنفس على حسب درجة هذا الضيق في الشعب الهوائية. الضيق في الشعب الهوائية حدث نتيجة تعرضه لنزلة برد، فيروس لها فيروس بتاع جهاز التنفس العلوي اللي احنا نذكره دايما ده، أو أتربة أو أدخنة أو أبخرة أو مواد مهيجة أو ناحية نفسية أو خد بعض الأدوية. بالتالي إذا قدر يتجنب هذه المواد المسببة لتهيج الشعب الهوائية وإحداث نوبات حادة في الجهاز التنفسي وإحداث نوبات حادة في الحساسية، فينبغي عليه أن يفعل ذلك حتى لا يتعب نفسه وحتى لا يدخل في نوبات حادة. يبقى دي نصيحة عامة بوجه العموم في رمضان وفي غير رمضان، إن احنا نبتعد عن السبب الذي يحدث للمريض تهيجا في الشعب الهوائية، وهي الأسباب التي ذكرتها الآن آنفا، وربما تختلف من مريض إلى آخر وربما تختلف من ظروف من ظرف إلى آخر، لكن هي بوجه العام تنحصر في الأتربة والأبخرة والأدخنة والروائح المهيجة والناحية النفسية وبعض الأدوية وبعض الأكلات أو بعض من عندهم ارتجاع في الحامض المعدي للمريء، لابد يأخذ علاجه ويراعي منه برضك إن ما يكونش الأكلات التي تزيد هذا الحامض وارتجاعه، مثل الأشياء الحارقة والأشياء الغازية المياه الغازية، الحاجات التي فيها تجعل المعدة حامضية أو تزيد من حموضة المعدة أو تساعد على انفتاح العضلة التي تنقبض ما بين المعدة والمريء. هذا كله ينبغي أن يراعى،
وبالضبط الحاجات المسكره قوي والحادقه قوي والحراقه هم دول اكتر حاجات بتساعد على زياده هذا المرض وبالتالي زياده الحساسيه. فبرضك نراعي هذا الكلام عشان ما نجيبش بينا نوبات حساسيه وبعدين نرجع نقول ايه ما احنا دلوقتي مش قادرين نصوم، ما احنا اللي فعلنا هذا الكلام بنفسنا. لا، يبقى ينبغي لمن يستطيع ذلك ان يبعد نفسه عن اسباب التي تهيج، هو يعرفها تماما، كل واحد عارفها، كل واحد مريض في معظم الاحيان بيكون عارفها. زي مثلا المريض المدخن بتاع السده الرئويه ويقعد يشرب بقى سجاير طول الليل ويزود المرض عنده، طب ما هو ده يعني برضك ده شده احدثها لنفسه. برضك من الحاجات المهيجه طبعا التدخين السلبي، التدخين السلبي للناس المرضى، طبعا ما حدش هيدخن برمضان لكن هنقول بالليل حتى عشان ما يدخلوش في نوبات بالليل ويصبح يتنعكس عليه بالنهار. يبقى احنا دلوقتي مريض الحساسيه اول حاجه ننصحه بان يبتعد عن المسببات والمؤثرات والمهيجات التي تثير الشعب الهوائيه ولا تهيج الشعب الهوائيه فتحدث نوبات حاده في الشعب الهوائيه، والوقايه خير من العلاج. فاذا امتنعنا على الاسباب يبقى لن يحدث المسبب ولن يحدث المرض، وبالتالي يستطيع المريض ان يصوم بسهوله ويسر، بسهوله ويسر. طيب اعامل كل هذا الكلام وابتعد عن كل المسببات وبياخد علاجه برضك بانتظام، احنا بنقول ياخد علاجه برضك بانتظام، دي الناحية النقطة الثانية في كيف نستطيع أن نحافظ على المرض بأنه لا يزيد حتى يستطيع معه الصيام. نبتعد عن المسببات وينتظم في علاجه اللي هو الطبيعي اللي هو ماشي عليه اللي الطبيب وصفه له. والنقطة الثالثة بقى إن احنا ننصح بالذات في رمضان، إن كان حتى بعض المرضى يعترضون في غير رمضان انني مش هاخد البخاخه، انني مش هاخد العلاج، انا مش عايز البخاخه او ما شابه ذلك، البخاخه شكلها مش كويس، البخاخه هتعمل ادمان، وهذا كله خطا طبعا وغير صحيح، ودي بيرضك من الحاجات الكاذبه كما تعودنا في كثير من بعض القنوات الاعلاميه التي تكذب في كثير من الشباب، هذه كذب مثل الكذب الذي يشاع بين الناس برضك ان البخاخه تحدث ادمانا، دي غير صحيح تماما، وانا نبهت عن هذا اكثر من مره، والبخاخه لا تحدث ادمان بالمره، واحنا في اي وقت ممكن نترك البخاخه اذا ارتأينا ذلك او اذا ما شفي المريض بفضل الله ورحمته. يبقى في الحاله دي احنا عندنا بخاخات بتشتغل 12 ساعه وفي بخاخات 24 ساعه وممكن تريح المريض. طب انا ليه بقى في رمضان ما استخدمش البخاخات ديت ورايح دماغي؟ اخد البخاخه في الفطار والفطار والسحور ويصوم بدل وجع الدماغ بقى انا مش قادر اصوم ده انا تعبان ده انا اخد بخاخه بالنهار ولا اخدش. لا، طب ما احنا عندنا في متسع وفي دائره كبيره ممكن نخرج بيها من الخلاف، ان احنا في بخاخات دلوقتي موجوده بتعمل 24 ساعه وفي بخاخات صحيح هي اغلى شويه، هي اغلى شويه لكن هي من ضمن مصاريف، ما بنصرف كتير جدا في رمضان في حاجات مالهاش داعي، حاجات كتير رفاهيه وحاجات ترفيهيه، يعني صحتنا اولى، مش مانع لو زود 50 جنيه في البخاخه زياده بحيث يصومه مستريح ونفسه مستريح ويستطيع ان يحافظ على التراويح ويحافظ على الذكر وتلاوه القران، يعني دي حاجات كلها تستحق منا ان الانسان ينفق فيها اذا كان عنده استطاعه، وهي اهم من حاجات كثيره جدا بينفق فيها بدون داعي او بدون ضروره ملحه. فانا بنصح اخواننا المشاهدين وانا بقول كلام واضح اهوت ان استخدام البخاخات طويله المدى او طويله المفعول ضرورية في رمضان، ونستطيع معها أن نحافظ على التنفس بحيث يكون فيه سهولة وفي تحسن، أن يستطيع الإنسان مريض الحساسية أو حتى مريض السدة الرئوية كمان، يعني ممكن مريض السدة الرئوية كمان ينطبق عليه هذا الكلام، وإن كان صحيح مش بيكتمل زي الحساسية وبيجيبش نتيجة تامة زي الحساسية لكن برضك أهو ممكن، لكن الحساسية بالذات لأن الحساسية ده المرض الشائع والمرض الأكثر والمرض الذي فيه تساؤل أكثر، ناخد البخاخات طويلة المفعول وبرضك الأقراص طويلة المفعول، في أقراص كتير بتشتغل 24 ساعة وفي أقراص بتشتغل 12 ساعة، ممكن أو يبقى في الفطار والسحور أو في الفطار بس أو في السحور بس، وبرضك يبقى العلاج ده طويل المفعول ممتد المفعول ده يشتغل الفترة دي كلها ويبقى في اتساع في الشعب الهوائي طوال هذه الفترة 18 ساعة و20 ساعة و24 ساعة وحتى 12 ساعة، ويستطيع المريض أن يصوم مع هذه الأدوية. في بعض الحقن ولو اني ما انصحش بيها يعني ما انصحش بها للضروره القصوى طبعا لان هذه ليست نصيحه، لكن اذا كان للضروره مره واحده في شهر رمضان، طب ما في ناس كتير بتاخدها كتير طوال السنه، لا انا ما بقولش تاخدها طوال السنه دي ممنوع، احنا مش عايزينها، مش عايزين الكورتيزون طويل المفعول ده، لكن اذا كان في مشقه وانه هياخد مره واحده وبيها هيصوم رمضان كله، طب ما يعني مره واحده مش فيهاش اضرار بالغه زي ما متصورين او زي ما احنا نتصور او زي ما يخاف،
لا ابدا، على حد مره في السنه ما فيهاش مشكله. لبعض الناس، انا ما بقولش كل الناس طبعا، لبعض الناس الذي ليس عندهم موانع طبيه لذلك. يعني عندنا حلول، عندنا حلول كتيره ممكن ان احنا نستخدمها عشان نقدر يبقى نفسنا كويس ونقدر نصوم بسهوله ويسر باذن الله. اتفضل اتفضلي يا ام احمد. ايوه السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتور، انا كانت عندي حساسيه وانا صغيره، حساسيه صدر. وبعد كده الحمد لله يعني راحت من عندي خالص لما كبرت الحمد لله. بس طبعا جالي حساسيه انف شديده جدا بقالي 10 سنين عندي. ولسه بقالي دلوقتي داخله على شهر عمال تجيلي كحه الصبح. كحه الصبح جامده او بالليل كتيره قوي. كاني في بلغم وعايزه اطلعه. لكن مفيش ضيق في التنفس؟ لا، بس لما بكح كتير بحس ان انا لازم اخد البخاخه عشان ابقى كويسه. بخاخه الصدر ولا بخاخه الانف؟ بخاخه الصدر. بخاخه الصدر. نعم. انا ما كنتش باخدها خالص يعني. طيب هقول لك يا ام احمد. حاضر. طيب يا دكتور شكرا، جزاك الله خير. شكرا لله وجزاك. هو انت قلت طبعا كان في حساسيه والحمد لله كان في سيطره عليها وكنت ماشي عليها 10 سنين كويس. لما جت حساسيه الانف حصل بحساسيه في الانف. الحساسيه في الانف بيحصل معاها يا ام احمد انت وغيرك برضك عشان يعرف الكلام ده، بيحصل من افرازات بتيجي من الجيوب الانفيه على الحلق وتنزل على الشعب الهوائيه. الافرازات دي بتبقى اكتر بالليل اثناء النوم، ويقوم الصبح المريض اول ما يستيقظ من النوم يلاقي زوره مليان بلغم وهيعمل له كحه يهيج صدره فعلا زي ما بتقول كده ام احمد. وممكن يحتاج فعلا من ضيق الضيق ديت انه يحتاج ياخد بخاخه الصدر رغم ان هو كان استغنى عنها. يبقى العلاج الاساسي هنا بقى في الحاله ديت هو علاج حساسيه الانف. علاج حساسيه الانف، لما نعالج حساسيه الانف نعالج الجيوب الانفيه، مش هيحصل الافرازات اللي بتنزل من الجيوب الانفيه على الحلق على الصدر، وبالتالي منعنا المرض من اساسه الافرازات اللي بتنزل ديت، والصدر هيتحسن ما محتاجش حاجه بالنسبه لحساسيه الصدر. لكن انصحك يا محمد انك تستخدمي بخاخه مرتين او بخاختين من الاخت انف في الذات في اثناء رمضان وغير رمضان طبعا، باستخدامها مره واحده. هي ممكن تتاخد قبل السحور بخيتين في الانف هنا وبخيتين هنا، فمع الاقراص اللي هي بتمنع افرازات الجيوب الانفيه، وبالتالي لما احنا نقلل الافرازات ديت بالاقراص دي علاجها بسيط جدا. كل انف في اقراص قرص واحد في النوم مع البخاخه بتاعه الوقائيه بتاعه الجيوب الانفيه بتجيب نتائج كويسه جدا جدا، مع الابتعاد عن مصادر المسببات اللي انا ذكرتها من شويه هتلاقي حساسيه الانف بقى في سيطره عليها، وبقى الجيوب الانفيه فيه سيطره عليها، وبالتالي عالجنا بنفس الوقت الانف وحساسيه الانف ومنعنا حساسيه الصدر وتهيج حساسيه الصدر في نفس التوقيت. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص يا دكتور، انا عندي حساسيه وباخد البرشامه اللي هي بتتحط في البخاخه دي. كبسوله. كبسوله. نعم. وباخدها ومع حقن يعني برضك كده. انا فيهم يا ام محمد، انا فيهم الكبسوله هي البخاخه اللي علبتها لبني ولا اللي علبتها رمادي؟ اللي علبتها وغطاها لبني. لبني. والرمادي ما بتاخدهاش؟ الحمرا البرتقاني شويه دي؟ لا، اللي هي الحبايه اللي هي بامبي في ابيض وفي بشيل بالشام كده. الحبايه الكبسوله بتبقى بيضه خالص، الكبسول بتاعها ابيض مغلفه في شريط في شريط مغلف صح؟ ايوه. نعم. طيب. فباخدهم. وبعدين عندي حساسيه برضو في مناخيري، فكنت باخد برضو البخاخه اللي هي عامله زي بتاعت الشامبو الصغيره دي. بتاعت الانف دي تاخديها. تاخديها يعني ممكن اخدها مع العلاج ده؟ تاخديها في رمضان بقى، تاخديها عند السحور ان شاء الله تريحك باذن الله. ايوه يا دكتور. بص يا دكتور، وبحس على طول اقوم من النوم يا دكتور البلغم على طول في زوري، بيخليني يعني عايزه انا مؤاخذه ارجع يعني. يا ام احمد انت لسه سمعتيني في السؤال اللي قبليه ده مباشره؟ لو سمعتيني. لا انا لسه فاتحه. لا اسمع، انا قلت لسه قايل اهوت ان حساسيه الجيوب الانفيه او حساسيه الانف، ما يعرف بحساسيه الانف والجيوب الانفيه، دي بتعمل افرازات من الجيوب الانفيه. الافرازات من الجيوب الانفيه ديت من الانف والجيوب الانفيه تنزل على الحلق، فتلاقي فيه بلغم كتير في زورك ده كل يوم تلاقيه الصبح. ده علاج حساسيه الانف هو يمنع كده. في اقراص ثانيه بتتاخد قبل النوم واكيد انت عارفاها. لعلاج حساسيه الانف ده بتنشف البلغم ده وما تخليش فيه الافرازات ديت، مع البخاخه اللي انت بتاخديها ديت اللي هي ب 40 جنيه اللي بتحكي عنها ديت. أيوة. دي تتاخد كل يوم مع الاقراص اللي قبل النوم، هتقلل معاكي جدا الافرازات ديت. طب يا دكتور ما كتبليش على برشام قبل النوم يا دكتور؟ لا هتكتبيه، هتاخديه اي صيدلي هيقوله لك، او احنا بكلميني بعد بتاعي اقوله لك تاخديه بعد الحلقه، كلميني اقول لك عليه تكتبيه وتجيبيه، مع بالاضافه للبخاخه اللي انت بتاخديها دلوقتي اللي هي الكبسوله اللي هي الكفوراديل الفادي والبامبي فابيان. ايوه الاثنين هتاخدي بس انا عايز الاثنين.
في واحده تانية زميلتها تانية شبهها كده دي ب 45 جنيه بتاخديها بره كل 12 ساعه هتبقى كافيه جدا ان شاء الله في رمضان لما تاخد دي في الفطار والسحور ودي في الفطار والسحور بتاخد اللبن دي الاول والثانيه بعدها بنص ساعه بس الثانيه دي لازم تشرب ميه بعديها وتمضمض بميه بعديها عشان كده لازم تبقى في الفطار عشان تبقى وقائيه عشان تمنع لان احنا دور الوقايه في منع الحساسيه ده مهم جدا لان الوقايه خير من العلاج زي ما احنا عارفين كلنا وكتمه النفس يا دكتور دي من الحساسيه وبعدين لما يجي البلغم اللي بيجي من الجيوب الانفيه دي بينزل على الشعب الهوائيه بيعمل تهيج في الشعب الهوائيه بيزود كتمه النفس فاحنا لازم نعالج الاثنين مع بعض حساسيه الانف وحساسيه الصدر لان الاثنين هيريحوا بعض جدا ومنع الافرازات اللي بتيجي من الجيوب الانفيه دي هيريح حساسيه الشعب الهوائيه طيب اتفضلي نكمل حديثنا حوالين كيف نتعامل مع الحساسيه في اثناء الصيام وفي شهر رمضان أنا الحساسية من الأمراض برضك اللي بتحتاج يشرب سوائل دافية بكثرة خاصة إذا كان في نزلة شعبية وبالتالي في بالليل حتى على الأقل نحاول نعوض الكلام ده بالسوائل الدافية نحاول كمان نمنع نزلات البرد عشان ما يجيناش نوبة حادة زي ما ذكرنا قبل ذلك وهناخد البخاخات طويلة المفعول زي ما تكلمنا اللي بتشتغل فترة طويلة والأقراص طويلة المفعول في أقراص منها بتشتغل 12 ساعة وفي أقراص 24 ساعة علشان نقدر نصوم براحة إن شاء الله اتفضل اتفضل يا أستاذ خميس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين كل سنة وانت طيب وانت طيب والله بالنسبة لحساسية الصدر يا دكتور كان عندي حساسية وانا في مصر فلما كانت عندي تقيلة جدا وانا صغير تمام؟ مع كبر السن بدأت تخف مني الحمد لله فلما جيت السعودية هنا مع تغيير الجو رجعت لي تاني بس بنسبة صغيرة فأنا باخد بخاخ اسمه شري طيب ماشي كويسه برضه سر طيب بس سر. انا لما بيجيني برد او بيجيني انفلونزا بتتعب صدري جدا ما انت لو سمعتنا يا استاذ خميس من الاول كنت سمعت هذا الكلام انا لسه فاتح على حضرتك في البرنامج دلوقتي لا انا قلت من شويه ان نزله البرد دي اشد حاجه على الحساسيه وان هي اللي بتعمل النوبات الحاده خليك طيب انا بعد اضحى اذا طيب انا دلوقتي لو نزلت مصر دلوقتي فهل لازم اخد يعني اداوم على السر طيب ده ولا ايه الوضع بالظبط في الغالب هتحتاجه لغايه الحساسيه ما تتحسن لكن في حاجه كمان هنحتاجها مع السيرتايد انت بتاخده ديت طيب خليك طيب اسمع طيب اسمعنا اسمعنا حتى من التلفزيون يا استاذ خميس ماشي اسمعني طيب شكرا شكرا لك الحاجه الثانيه انك هتحتاج احيانا بخاخات قصيره المفعول بقى البخاخات السريعه لما يبقى في مثلا انت عندك دور برد او بتاخد البخاخه طويله المفعول السيرتايد دي انت ماشي عليها وكويسه والامور مظبطه لكن جالك دور برد وجالك نزله شعبيه حاده في الحاله دي لازم هنحتاج علاج النزله الشعبيه الحاده وعلاج البخاخه قصيره المفعول اللي هي ممكن ما بين ال 12 ساعه وبعض الواحد يتعب في النص لا يبقى يحتاج بخاخه ثانيه بسيطه ولكن دي كلها بتبقى فتره مؤقته لحين شفاء او الالتئام التهاب الشعب الهوائيه الحاد اللي هي نزله البرد اللي احنا بنسميها احنا كلنا نزله البرد فبتبقى فتره مؤقته ويرجع المريض تاني يتحسن لكن انا كنت بس ما سالتكش يا استاذ خميس هل في تدخين ولا لا اذا كان في تدخين يبقى انت بتمنع عن التدخين تماما لان التدخين هنا بيزود الحساسيه وبيهيج الشعب الهوائيه وبيبقى يخلي فرصه الشفاء من الحساسيه اقل وبيجعلنا في عرضه ان احنا كمان ندخل في مرض السد الرئوي المزمنة. اتفضلي يا استاذه لمياء. لا استاذ دكتور عايز اسال عن مريض الدرن. الدرن نعم والصيام هل يفطر هو أنا بياخد علاج انا طبعا كنت هتكلم على الدرن برضك لانه مرض مرض الهامه في اثناء الصيام ممكن نتكلم عليه بمناسبه هذا السؤال ان احنا الدرن هينقسم برضك الى شقين اثناء العلاج في اثناء المرحله الاولى مرحله العلاج المكثف مرحله هنتكلم ان المريض اتشخص خلاص درن مش لسه احنا لسه شاكين في امره لسه ما وصلناش للتشخيص لا مريض شخص فعلا درن رئوي درن رئوي غير درن خارج الرئه درن خارج الرئه لو في الغدد الليمفاويه او في الايدين او في الرجلين ده ما يعوقش الصيام في حاجه في غالب الاحيان الا اذا كان شديد جدا بقى ومؤثر على كذا حته في الجسم لكن هنتكلم على الدرن الرئوي باعتباره هو اشد الانواع وهو اكثرها انتشارا وهو اللي منخف منه من العدوى غيره لو كان في ايجابي وما فيش مراعاه للظروف البيئيه صحيحه لكن الدرن الرئوي علاجه في بينقسم الى مرحلتين المرحله الاولى مرحله تكثيف العلاج او العلاج المكثف ودي شهرين في غالب الاحيان
وبعد كده بيبقى 4 شهور علاج نستمر فيه تكمله للعلاج الاولاني. ممكن يكون مريض كان شوفي يعني تحسن كويس جدا بالنسبه لنفسه، والخطر الكبير ان هو بيتصور في هذه الحاله انه ممكن يقطع العلاج وان العلاج مش مهم. طب ما طالما تحسن وبقى كويس يعني، ونحن ننبه اهوت بالمناسبه ديت نقول لا لازم يكمل العلاج في ال4 شهور التانيين لحد الطبيب ما يقول له خلاص مش عايزين تاني علاج. ففي الشهرين الاولانيين دول لازم هياخد العلاج بانتظام. احنا هنكمل موضوع الدرن بس نكمل الاتصالات الاول لان الموضوع طويل شويه، هنقوله بالتفصيل ان شاء الله. اتفضل اتفضلي يا استاذه نوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور اتفضلي. بسألك، انا كنت صغيره كان بتجيني نوبات حساسيه انف شديده قوي، بس لما كبرت تغلبت عليها خفت يعني، ودلوقتي رجعت لي حساسيه صدر مش انف. حساسيه صدر ده وارد، وارد فعلا ان الانسان يبتدي بحساسيه انف وبعد كده حساسيه صدر او العكس او الاثنين مع بعض. بس مش مستمره، بتجيني مره. احنا عايزينها مش مستمره وبترجع لي. استاذه نوال ما احنا مش عايزينها مستمره، الحساسيه من رحمه ربنا انها مش مستمره، ده احنا ونسعى ونعمل جاهدين في علاجنا انها ما تبقاش مستمره، لان استمرارها ده مشقه. هي كل ما تبقى مش مستمره وكل ما تقل النوبه. دكتور يعني هي هتكون ملازماني بتسمى يعني ربو ولا حساسيه بس؟ ما هي الربو والحساسيه، الربو والحساسيه دي نفس الكلمه. انا بخاف يعني لو كان فيها ربو الاطفال كمان هيكونوا فيهم ربو. لا 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 استني بس هفهمك. الربو هو الحساسيه دي مرض واحد، دي ما فيش اختلاف بين دي كلمه عربي فصيح ودي كلمه عامه، او الربو هو خاص بحساسيه الشعب الهوائيه فضلا عن كلمه الحساسيه ممكن تكون في اي حته في الجسم بصرف النظر نفس المرض. اما حكايه انها ربو تورث وحساسيه مش تورث، لا ده كلام غير صحيح. ونفس الكلام عندنا نسبه التوريث لمرض الحساسيه من الاب اذا كان في عنده حساسيه بنسبه 25% الاولاد، والام 25% ولو الاثنين يبقى 50%، والكلام ده كله ممكن ما يحصلش. فموضوع الوراثه طبعا، لكن هو في جزء الربع في حاله ما يكون احد الوالدين، الربع الثاني في احد الوالدين الثاني، او في الاثنين مع بعض لو الاب والام الاثنين عندهم حساسيه يبقى احتمال 50% من الاولاد يكون عندهم حساسيه، وممكن تكون خفيفة ممكن تكون شديدة. الحساسية مش لازم تكون أبدا شديدة طوال الوقت، وده اللي احنا عايزينه، وده اللي احنا نأمله ان احنا نعالج المريض علشان ما تبقاش فيه نوبات شديدة باستمرار. وإحنا عايزين حتى لو فيه نوبات تبقى نوبات خفيفة وتأتي اضطرارية. اضطرارية بمعنى واحد ماشي في الشارع واضطراب داخل شديد غصب عنه مش قادر يعمل فيه حاجة، جات له حساسية اضطرارية أو إن خد نزل برد باضطراري، في الحاله ديت هيبقى النوبات موجوده ونعالجها وربنا يشفيها بفضل الله ورحمته. لكن مش عايزين احنا طبعا الحساسيه تبقى مستمره، فده كويس ان الحساسيه ما تبقاش مستمره، وهي تعريف الحساسيه حتى انها تاتي في نوبات، وما بين نوبات وبعضها ممكن يكون المريض سليم تماما وما فيش اي حاجه في الشعب الهوائيه ويكون معافى في 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 كثير من الاحيان. نرجع نكمل موضوع الدرن في رمضان. الدرن زي ما قلنا في مرحلتين في العلاج، المرحله الاولى هي مرحله العلاج المكثف، والمرحله الثانيه هي مرحله العلاج المستمر او الاستمراري او التكميلي حتى لا ينتكس المرض وحتى لا يرجع المرض مره ثانيه بانتكاسه مره ثانيه. في المرحله الاولى اثناء الشهرين الاولين بيكون مريض متعب، ولذلك احنا بندي علاج كتير عشان نقدر نتغلب على ميكروب الدرن الضعيف الهزيل لكنه في نفس الوقت شديد ومتعب. فبياخد 4 أدوية في الغالب، 4 أدوية من أدوية المضادة للضرن، ممكن ياخدهم مرة واحدة ممكن توزعه على مرات مش دي القضية، ممكن أو ياخدهم مواصي ما فيش مشكلة. بس إحنا بنلاقي المريض أصلا حالته بيكون مضعف ومنهك القوة، في الغالب إحنا بنقوله لازم تاكل كتير، لازم تشرب سوائل دافية كتير، لازم تستريح كتير. فإحنا في الحالة ديت بنقوله لا لازم تفطر علشان خاطر تاخد العلاج بانتظام، وتاكل كتير وتشرب كتير وتستريح كتير على أساس مناعة الجسم تقوى وتقاوم هذا المرض، خاصة إذا كان البصاق إيجابي. بصاق إيجابي يعني معناها إن في ميكروب الضرر لسه مازال موجود. ميكروب الضرر موجود أو حتى البصاق سلبي لكن المرض كتير ومنتشر في الرئتين أو شديد يعني أو في أعراض شديدة، في هذه الحالة وننصح بإن يفطر وبرضك في عدة من أيام أخرى لأنه من الأمراض القابلة للشفاء بإذن الله. أما المريض اللي وعد المرحلة الأولانية ديت والبصاق بقى سلبي والبرد شبه يعني بالنسبه للاعراض غير موجود والانسان طبيعي جدا في حياته بياكل ويشرب ويتحرك وكل حاجه طبيعيه، انا بقول لا ده يصوم ما فيش حرك في الصيام خالص، لانه هو بياخد العلاج مره واحده هياخدها في الفطار او بعد الفطار بساعتين او قبل السحور بساعه، لانه ناخد العلاج ده على معده فاضيه، فاما بعد الفطار بساعتين او قبل السحور بساعه بحيث ان المعده تكون فاضيه والعلاج يجيب نتيجه كويسه، هياخده مره واحده الحبتين اللي هيكونوا بياخدهم، وفي الحالة دي يصوم عادي وياكل ويشرب بالليل عادي كل شيء،
وبيمشي حياته الطبيعيه، بس ما يقطعش العلاج برضك ويستمر يكمل الاربع شهور. ده المرض اللي ايه الضرر قوي في المرحله التكميليه او المرحله الاستمراريه للعلاج اللي هم الاربع شهور التاليين الشهرين الاولانيين. اما في الشهرين الاولانيين او حاله وجوب بصاق ايجابي او حاله انتكاس المرض او الحاله الشديده لمرض الضرر او حاله مصاحبه او مصحوبه بامراض اخرى مثل السكر اللي هو ما فيش سيطرة عليه، أو الكلى المريضة جدا، أو القلب الضعيف المنهك، في هذه الحالات لا يستطيع المريض أن يصوم لأن اجتمع عليه مرضين شداد. فنحن ننصح المريض في هذه الحالة أن يفطر ويقضي ما عليه، إن كانت الأمراض الأخرى قابلة للشفاء زي مرضنا احنا بتاع الضرن، ويبقى هنا في عدة من أيام أخر. فكل حالة لها تفسيرها، والدين ما جعل الله عليكم الدين من حرج، ليس في حرج في الدين وليس في مشقة في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فيعني ما عندناش حرج وعندنا الدين يسر وكل شيء، ولكن اليسر لا يعني التساهل لدرجة ان الانسان يكون احسن من السليم واحسن من الصحيح. ولا ما اصلاني مريض واحد صباعه مقطوع مثلا جرح بسيط كده وما فيش اي حاجه وماشي طبيعي خالص، او انه مفصل رجليه وجعه وما فيش مشاكل فيه، يقول لا اصلاني مريض. ما هو مش في كلمه مريض ديت مرض يمنع الصيام، مرض يعوق الصيام، مرض يزيد به الصيام، يزيد من حدته او من شدته او من خطورته، او يساعد على المضاعفات. اما اذا كان غير ذلك، وده غالبا ما يكون في كثير من الامراض، يبقى هنا الصيام ممكن يصوم المريض. فلكن المريض مرض يضعف المريض بحيث المرض يزيد او ياتي بمضاعفات او يعوق عن الشفاء او ما شابه ذلك، فان ناخذ بالقاعده ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقاعده من كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. تفضل. الو، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. استاذ اسامه اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اسمعوا. والله يا دكتور انا باخد علاج الضغط الصبح واخر النهار. وعلاج البروستاتا. البروستاتا وارتجاع المريء. ارتجاع المريء. والبخاخه اللي هي بالعداد. البخاخه بتاع الصدر افندم. بتاع الشعب الهوائيه. بتاع اللي هي بالعداد. بالعداد. ماشي. اللي هي ايوه نعم البنفسجي. انا مش عارف انت سمعتني من الاول ولا لا، انا اتكلمت على ارتجاع. انا سمعت سيادتك بس من الاول. انا اقول لك بس ارتجاع المريء ده لازم تاخد علاجه، لان انا عشان باخد العلاج. تاخد العلاج والاكل باخد كمان نوعيه الاكل. باخد نوعين موتيليوم وجسترازول. تمام هتاخدهم والاكل برضك ما يبقاش فيه الدسم ولا المسبك جامد ولا الحادق ولا الحراق جامد ولا المسكر قوي. لا ما باكلوش. طب تمام، ولما تنام تعلي تحت راسك. بعلي حاجة. معلش السحور بقى، السحور يبقى خفيف وما تنامش بعديه على طول. أيوة يعني تغيب ساعتين، تفصل ما بين السحور والنوم ساعتين. أيوة على الاقل ده هتبقى مستريح جدا في الحاله ديت. اما موضوع ادويه البروستاتا وادويه الضغط، ادويه البروستاتا طبعا يسال فيها طبيب المسالك البوليه، لان انا افندم يسال فيها طبيب المسالك البوليه، جراح المسالك البوليه، لان انا احترم التخصص جدا، وان كل واحد يعني فاسألوا أهل الذكر في المسالك، هم هنا أهل الذكر في أطباء المسالك. أما بالنسبة للضغط، الضغط طبعا مرض من الأمراض الشائعة جدا، وإذا كان الدواء بيتاخد مرتين ممكن يتاخد مرتين في الفطار والسحور. لا مانع في ذلك أصلا، عشان باخد كونكور 5 بلس الصبح ونورفاسك ده ممكن يتاخد في الفطار قبل الفطار أو ممكن يتاخد قبل السحور. مفيش مشكلة. تغيير المواعيد مش مشكله كبيره ولا حاجه. مش مشكله. نعم. طيب لكن البخاخه اللي هي بالعداد دي كويسه مفيده خاصه. باخدها مرتين في اليوم. ايوه كويسه جدا، تاخدها طبعا فطار وسحور، تاخدها كويس وتنتظم فيها، لان هي هتساعد معاك ان شاء الله انك تكون نفسك احسن ان شاء وكوية. الله نعم باذن الله. شكرا يا فندم. اتفضل. لكن ادويه الضغط والبروستاتا دي اسال فيها؟ لا الضغط خلاص قلناه، البروستاتا بس تسال فيها دكتور المسالك، عشان انا ما اعرفش يعني عايز ايه ونوع ايه والادويه ايه دكتور. أيوة المسالك البوليه. لكن الضغط ادويته سهله، هي بتاخدها مرتين خلاص، دي سهله. ادويه الضغط الامراض شائعه والناس كلها. طب والسكر انا باخده 3 مرات في اليوم. السكر 3 مرات في اليوم. بتاخد عليك سكر كمان؟ لا هتسال بقى في الدكتور برضك بتاع السكر. يا فندم الدكتور اللي انت بتتابع معاه في السكر هو مقيم حالتك ويعرف تقدر تصوم كويس ولا لا. طيب الدكتور بتاعك انت كمان مش اي حد. طيب عشان هو اللي مقيم الحاله بتاعتك ويعرف هي تقدر معاها ولا لا. في طبيب السكر بالذات يبقى كل واحد عند الطبيب بتاعه. طيب نعم. نعم شكرا يا فندم. اتفضل. شكرا يا دكتور. شكرا لله. شكرا يا دكتور. نرجع لموضوع الضرر اللي كنا وقفنا عنده، وقلنا ان مريض الضرر في المرحله الاولى في اثناء فتره العلاج المكثف، في اثناء ما يكون العلاج البصاق ايجابي، او في حاله انتكاس المرض او في حاله المرض الشديد، في هذه الحاله يفطر.
اما في حاله العلاج المستمر او العلاج التكميلي او العلاج الاستمراري في الاربع شهور التاليه للشهرين الاولين في هذه الحاله له ان يصوم، وفي كثير من الاحيان عليه ان يصوم لانه بيكون بحاله جيده. كذلك ضرر الضرر مثلا في الغدد الليمفاويه ولا يؤثر على شيء في جسم الانسان او في المفاصل ولا يؤثر على شيء او انه يعني في الجلد ومفيش تاثير خالص، في هذه الحالات من الممكن ان يصوم مع انسان مريض الضرن. انما كان كلامنا بالخصوص على مريض الضرن الراوي اللي هو فيه الاسئله كلها وفيها هذا الكلام كله. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الامراض الحاده والامراض المزمنه التي تكون مصحوبه احيانا بنوبات حاده، بنوبات حاده، وبعض الامراض المزمنه اللي احنا اتكلمنا عليها زي مرض الحساسيه ومرض السد الرئوي. وقلنا اذا كانت حاله المريض مستقره، المرض المزمن اهو بقى هو عنده اهو حساسيه مزمنه وحالته مستقر او سد رئويه مزمنه مش شديده معهاش مضاعفات ولا مع امراض اخرى ولا مصحوبه باي مضاعفات ولا امراض اخرى، في هذه الحاله له ان يصوم. له ان يصوم طالما بياخد علاجه منتظم والعلاج مرتين في اليوم. معنا اتصال. اتفضلي يا ام اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، وانا نايمه بالليل بحس ان عندي كرشه نفس وما بقدرش انام، افضل اتقلب على المخده من الجنب ده للجنب ده، وبعدين فين وفين لما عيني تروح الصوم بيبقى عندي كرشه نفس كده، وكل ما اغمض عيني افتح عيني ثاني. ده مؤشر ان انا يكون عندي حساسيه صدر او حاجه؟ هو ده من امتى بقى؟ جديد ولا قديم؟ لا بقالي دي شهر كده. انت معلش انت مش حامل ولا بترضعي؟ لا لا ولا حامل ولا برضع. طيب دي جديده مع الحر يمكن بس اكتر؟ مع الحر فعلا بتزيد اكتر في مع الحر اكتر. طبعا مع الحر ممكن كل الناس يبقى في قلق من الحر، لكن مفيش لا كحه ولا تزييق ولا صفير في النفس. لا لا مفيش اي حاجه. لا في الغالب ديت من الحر، وبرضك لا مانع انك تطمئني عند اخصائي الامراض الصدريه، لكن دي ان شاء الله ما فيهاش حاجه ولا حساسيه ولا حاجه. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ننتقل بقى لبقيه امراض مزمنه اخرى. زي ما قلنا الامراض المزمنه اذا كانت الحاله مستقره والمريض مرضه مستقر وعارف علاجه والامور ماشيه كويسه وما عندوش امراض اخرى ولا عنده مضاعفات اخرى، يبقى هيصوم ويكمل صيامه باذن الله. اما اذا كان المرض المزمن ده المرض المزمن مرض شديد، يعني عنده سده رئويه بس شديده، صحيح هو اللي عملها بنفسه بالتدخين او بالتلوث البيئي مع التدخين وهو اللي جابها، لكن بقى شديد جدا عنيف جدا مش قادر ياخد نفسه ولا ليل ولا نهار ولازم يشرب ميه باستمرار وفي كرشة نفس ومجهود جامد جدا بيعرى معاه كتير، ما يقدرش حتى يتحرك، ما يقدرش يتوضا، ما يقدرش يعمل حتى حاجاته الطبيعيه، ده وارد طبعا في المراحل المتقدمه من مرض انتفاخ الرئتين او من مرض السده الرئويه المزمنه اللي هو اساسه التدخين واساسه السبب الرئيسي التدخين. في هذه الحاله هيصعب عليه ولو انه مرض مزمن، ولو انه مرض مزمن هيصعب عليه الصيام في هذه الحاله، لكن تبقى مشكله هيصعب عليه الصيام في حالتين، اما ان المرض شديد جدا هو كده على طول، أو إن المرض متوسط أو بسيط لكن بيجيله نوبة حادة. النوبة الحادة ده خلاته شديد. النوبة الحادة خلاته شديد اتكلمنا عليها. يبقى هينطبق عليه إن أثناء النوبة الحادة يفطر وياخد علاجه وينتظم فيه ويروح للطبيب بتاعه المتخصص عشان النوبة الحادة ويكثف العلاج أثناء النوبة الحادة لغاية ما تنتهي النوبة الحادة ويرجع لحالته الطبيعية الطبيعية المستقرة اللي هي بسيطة ومعها ممكن يقضي بعد رمضان المده اللي افطرها لان حالته بسيطه وبرجع للطبيعي، لكن لا ده هو عنده سده رئويه شديده ونوبات شديده وباستمرار كده، وده جزء كبير مش بسيط من بتوع السده الرئويه خاصه مع السن الكبير، او خاصه اذا كان كمان السجاير عملت كمان قصور في الشرايين التاجي او اثرت على القلب، وده بيحصل. الحاله ديت احنا نعتبره بقى مرض لا يرجى برؤه. مرض لا يرجى برؤه يعني مفيش لا يرجى برؤه، معناها انه مرض مزمن مش بيروح ومتصل كده على طول. في الحاله دي بقى ايه؟ هيفطر ويطعم. طيب اتفضل. اتفضلي يا استاذه فاطمه. اهلا دكتور. اهلا وسهلا. كل عام وانت طيب. وانت طيبه. لو سمحت دكتور، انا تجيني نوبات الم في الصدر و يعني كل فتره كده تجيني وعملت الم ولا ضيق تنفس؟ ايوه ضيق تنفس مع الم، واحيانا بس ضيق تنفس. ضيق تنفس اصلا يعني. بس ما عندي حساسية في صدري وعملت الإيكو وعملت تخطيط القلب وكل شيء سليم يعني. والصدر ما فيش حساسية؟ ما عندي حساسية. لا. طيب ضيق التنفس ده إمتى يجي؟ نعم دكتور؟ إمتى يحدث؟ بالليل؟ يعني كل شهرين تجي لي كده ألم حاد في الصدر. ألم معاه ضيق تنفس ولا ضيق تنفس الأساس يعني؟ أحيانا كده وأحيانا كده. أحيانا كده أحيانا كده. طيب أيوة. أثناء الألم نفسه عملت أشعة على الصدر وحد شافها من الدكاترة؟
عملت الايكو بس على القلب. لا لا اشعه صدري كمان. لا ما عملت اشعه. نحتاج اشعه صدري كمان لانه بتجي لي قامت كده يعني بتجلس معي نص ساعه وربع ساعه. لا لا دي 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 لا نحتاج اشعه صدر عشان الالم ده. الحاجه الثانيه هل لها علاقه بالناحيه النفسيه ما تكون متوتره او زعلانه او كده؟ لا احيانا بتجي لي مع يعني مع ضغوطات البيت كده يعني. واحيانا بتجي لي وانا كده قاعده سعيده يعني ما في اي مشكله. يعني هو لو اشعه الصدر هتكون كويسه ما فيهاش حاجه، احتمال يكون من التكييف او من المراوح بكثره، واحتمال يكون عند التوتر النفسي يجي الم للصدر مصحوب بضيق في التنفس وما يكونش فيه حاجه في الصدر فعلا. لكن عشان نقول هذا الكلام نعمل اشعه عاديه على الصدر الاول، نستبع اشعه عاديه بسيطه جدا، نستبع اثناء بالذات اثناء النوبات ديت اثناء الالم ديت، بحيث ان احنا نتاكد ان الصدر ما فيش حاجه تسبب هذا الالم، وان الالم ده الم نفسي او الم من العضلات من بره. العضلات من بره ده بتيجي بقى من في الصيف اكتر. ناس كتير يقول لك طب ما في الصيف. في الصيف طبعا بيبقى في عرق شديد او عرقان ويدخل على طول، واحنا ما شاء الله عندنا يعني بنبقى في الشتاء الحراره 30 نقول ده الجو برد قارس، ورغم كده يعني عايزين في الصيف نخلي التكييف 20. طب ليه يعني؟ طب احنا بنعادي في نفسنا ولا ايه؟ طب ما احنا في الشتاء بنقول ده 30 ده الجو برد، و25 بنقول الجو برد، اشمعنى دلوقتي 20 بقى اللي بقى مطلوب يعني؟ لا مش عايز كده، التكييف يبقى بردك معتدل عشان ما يحصلش هذا الالام اللي تحدث في قفص الصدر ويكون مع الام مبرحه ساعات. اي اتفضل يا ام يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. وانت طيبه، اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور انا بقى لي دخلت على اسبوع كده عندي ضيق في التنفس. مش بقدر اخد نفسي خالص. اول مره في حياتك؟ ايوه اول مره. ما كانش فيه نزله شعبيه ولا نزله برد قبل الاسبوع ده؟ لا ما كانش فيه حاجه. كانش فيه حاجه خالص؟ هو جالي بس اللي هو بحس اما نفسي ما بيطلعش بحس بضيق جامد، خانقه جامد في صدري. عندك كام سنه؟ عندي 24. انسه ولا مدام؟ مدام شريف. حامل او بترضعي؟ لا. طيب ولا في الانف فيه حاجه ولا المعده فيها حاجه؟ لا مفيش حاجه. مفيش حاجه. دي اول مره الاسبوع ده؟ اول مره دخلت على الاسبوع دي بس مصحوب. انا عملت اي حاجه احس ان انا بنهك. مصحوب بكحه ولا لا؟ لا مفيش كحه ولا اي حاجه. هو ضيق في التنفس. ضيق في التنفس لدرجه انك ما تعملي اي حاجه او تتحركي او تعملي حاجه يجي ضيق التنفس، صح كده؟ ايوه. وحتى لو مش بعمل حاجه بقاعده ما اقدرش اخد نفس. طب وزنك في سمنه كبيره مفرطه يعني؟ لا خالص بالعكس خالص. طب ما كنتش بتاخدي حقن بنسين طول مفعول زمان؟ ما فيش حاجه في القلب قبل كده؟ انا كنت بس مسقطه بقالي حوالي 4 شهور وباخد خدت برشام كتير، علاج كتير. مش منع حمل، برشام عادي. ايه؟ برشام منع حمل ولا برشام عادي لا كنت يعني تعبت بعد التسقيط وخدت يعني فتره كده. طب يعني دلوقتي في انيميا ولا لا؟ الدكاتره قالوا لك في انيميا؟ دلوقتي انا لسه رحت للدكتور امبارح قال لي اعمل لي تحليل دم. طبعا النهارده هو ده في الغالب بقى السقاطه اللي بتكلمي عنها ممكن يكون حصل معاها نزيف، ممكن يكون حصل انيميا. الانيميا احيانا تعمل ضيق في التنفس فعلا حتى مع المجهود او مع من غير مجهود. على اي الاحوال انت محتاجه طبعا تعمل صوره الدم وتعمل اشعه للصدر لتقييم الموضوع هل له علاقه بالانيميا والسقاطه اللي قبل كده او ان حاجه في الصدر. الطبيب المتخصص طبعا هيقدر يفرق باستعانه بتحليل صوره الدم حتى تحسم الموضوع اذا كان في انيميا ولا لا، واشعه الصدر برضك هتبين اذا كان في اي امراض متعلقه بالصدر، خاصه ان حاله حاده. في الحقيقه في الحاله الحاده دي احنا نهتم عشان نقدر نوصل للسبب بسرعه، لان في الحالات الحاده التشخيص المبكر بيكون سبب قوي جدا في الشفاء بامر الله وعدم ترك اعراض مزمنه او مرض مزمن، فلازم يكون فيه اهتمام. اتفضل يا استاذ سالم. ماشي يا اتفضل. ازيك يا ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. عندنا عندي برد بقاله اكتر من شهر، زكام على طول وترشيح في الانف على طول. من شهر؟ نعم. ده اول مره يحصل يا استاذ سالم ولا بيجي قبل كده؟ اول مره يحصل ويطول معايا بالطريقه دي. طيب كشفت عن دكتور انف اذن؟ كشفت كتير وخدت كونجستال وجميع يعني دكتور انف اذن ما قالكش الترشيح زي ما هو في الانف على طول. دكتور انف وزن ما قالكش دي حساسيه في الانف؟ قال لي في التهابات في الجيوب الانفيه بس ما راحتش برضه زي ما هي. التهابات الجيوب الانفيه بتعوز صبر شويه في العلاج، هتتابع يا استاذ سالم. نعم. تحتاج شويه صبر في العلاج شويه، ومحتاج برضك انك تمتنع من الحر البارد وبرد لحر عشان ما يجيش نزله برد كل يوم. يعني على طول شغلنا في الحر والبرد على طول. الله المستعان بقى، خلاص تابع مع دكتور الانف وزن طالما ظروفك تقتضي ذلك. هتروح للدكتور مره واثنين نتابعه لغايه ما ربنا يشفيك باذن الله، وتاخد راحه شويه من الحر للبرد والبرد للحر عشان يبقى في فرصه لالتئام الجيوب الانفيه والتئام الانف.
مع مواصلة العلاج مع الطبيب، وإن شاء الله ربنا يشفيك وتكون أحسن بإذن الله. خلاص ماشي يا دكتور. ماشي تفضل. كنا نتحدث في بقية الأمراض المزمنة، وقلنا الأمراض المزمنة هتكون نوعين، نوع مرض مزمن والمريض معاه يتوافق معه ويتعايش معه وأموره طبيعية، وده ممكن معها الصيام. أما الأمراض المزمنة الشديدة التي لا تنقطع باستمرار هو هكذا أو معها مضاعفات، فينطبق عليه أنه مرض لا يرجى برؤه، وضربنا مثال لذلك هو مرض السدة الرئوية المزمنة الشديد، أو ما يعرف بانتفاخ الرئتين، أو ما يعرف حتى دلوقتي العامة نفسهم بيعرفوه باسمه العلمي اللي هو الإنفيزيما. فإذا كان هو نفس المرض كلها مجموعة واحدة كده، السدة الرئوية أو الإنفيزيما أو انتفاخ الرئتين، إذا كانت شديدة وكان معها ضيق في التنفس المريض مش هيقدر يصوم، وإذا كانت شديدة كمان مش هيقدر يقضي، وهيبقى من الأمراض التي لا يرجى برؤها ويبقى عليه القضاء. طيب في مضاعفات أحيانا تحدث برضك عندنا من الأمراض اللي زي ديت، مرض تاني اللي هو تليف الرئتين. ولما أقول تليف الرئتين الكلمة دي ما تخضش يا جماعة، الكلمة دي الناس كتير بتخض بيها. مرض التليف الرئتين على فكرة مش كتير، مرض نادر بهذا التعبير تليف الرئتين. أما التهاب في الحويصلات الهوائية، التهاب في الأنسجة الضامضة ما بين الحويصلات وبعضها، ما بين النسيج الضامض في الرئتين، ده مجموعة كبيرة من الأمراض، وبتكون التهابات قبل ما يحدث فيها تليف، والتليف يكون هو الأقل. نعم تفضل. تفضلي يا أستاذة أمل. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البخاخ عالي، هي مفطرة أو لا؟ انت ما سمعتنيش من الاول بقى. ارجو انك تسمعي الحلقه كلها من الاول، هتلاقيها موجوده على موقع قناه الرحمه في عياده الرحمه، هتعرفي التفاصيل لان التفاصيل دي مهمه كلها علشان الاجابه عن هذا السؤال، وهيبقى كل مرض على حده وكل ظروف على حده وكل حاله على حده. نعم طيب نكمل. اتفضل يا استاذ حمد. حضرتك عندي ابني بقى له شهرين كده بيجي بلغم من صدره كحه جامده كده، بلغم على طول، كل روح الحمام بلغم على طول. هو عمره قد ايه؟ حوالي 22 سنه. 22 كان في دور برد قبليه؟ ابدا ولا حاجه خالص. بيدخن ولا بيدخنش؟ بلغم على الحوض على طول. بيدخن ولا لا؟ لا ما بدخنش ابدا. طيب الجبهه الانفيه عنده كويسه والمعده؟ والله كل حاجه سليمه، صدره كده دايما يجيب بلغم من زوره على طول، مش من زوره. من زوره ولا من صدره؟ طب استنى، يعني دلوقتي لما يكح يجيب بلغم ولا بيجي بلغم لوحده من غير كحه؟ لا بلغم لوحده من غير كحه ولا حاجه. من غير كحه يبقى ده من الجبهه الانفيه، يبقى يكشف عن الكلى فوق. يكشف الجبهه الانفيه والزور. طالما بلغم من غير كحه يطلع بلغم لوحده ويتنحنح الصبح، ده يبقى فيه او التهاب في 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 الحلق، فيبقى ده خاصه يا دكتور، خاصه انفوزه ان هينزل على صدره، وبعدين مهما تعالج في صدره مش هيستريح، لازم تعالج الجبهه الانفيه. يعني جبهه انفيه حضرتك يعني جبهه انفيه والحلق عند دكتور انفوزه. ربنا يخليك. باذن الله لازم نعالج السبب، مش نقعد نعالج اللي حصل بعدين اللي هو الصدر مش هيتحسن، لان طالما المرض الاساسي موجود. نعم ربنا يخليك يا باشا. الله يحفظك. اتفضل. شكرا يا باشا. سلام. الشكر لله. من الأمثلة دي اللي أنا. طيب اتفضل. اتفضلي يا أستاذة إيمان. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا بيجي لي ضيق نفس على طول، يعني واديلها فترة، وعلى طول بحس بحرقان على صدري، واليومين دول يعني أي أكل يعني برجعه على طول. يعني برضك أنت ما سمعتنيش يا أستاذة إيمان من الأول. أرجوك أن تسمعي الحلقة كلها برضك من الأول، لأن إحنا دلوقتي ده هيبقى ارتجاع الحامض في الغالب اللي عندك، ده ارتجاع الحامض من المعدة. بس عندي حرقان على طول على صدري. ما هقول لك أهو، المعدة. بص يا أستاذ إيمان، المعدة دي متصلة بالمريء، المريء ده اللي هو في النص، في نص الصدر. أول ما يطلع الأكل بالحموضة بتاعته من تحت من المعدة على المريء يحصل حرقان اللي أنت بتحكي عنه، اللي هو في نص الصدر ده. لو سمحت يعني انا اروح لدكتور ايه ولا اعمل ايه؟ دكتور الصدر يعالجه، ودكتور المعده بتاع الجهاز الهضمي يعالجه برضك، بس المعده طبعا اهم. برضك تظبيط الاكل زي ما انا ذكرت في اول حلقه، الامتناع عن المسبكات والحوادق والحراق والاكل بدري والعشاء يبقى خفيف. كانت بتجيلي حاله اغماء وكده، اديلي اكتر من سنتين اغماء. لا اغماء ده قصه ثانيه خالص. اغماء كان امتى؟ لا دي قصه من دلوقتي على المعده والمريء والحرقان اللي بيجي في الصدر ويسبب لك متاعب الصدر ده. اما الاغماء ده عايز يذكر بالتفصيل بقى مع الاخصائي الامراض العصبيه عشان يشوف سببه وحصلت ليه، وكان بيجي والحمد لله راح خلاص، اذا كان بيروح خلاص، اذا كان انتهى ما بيجيش خلاص انتهى. لكن بتكلم لو بيجي لغايه دلوقتي انتهى وما بيجيش خلاص، دي قصته انتهت، ويبقى احنا دلوقتي في حاله ارتجاع الحامض والترجيع، ده هتاخدي علاج ارتجاع الحامض وارتجاع وعلاج المعده
وتظبيط الاكل والنوم مرتفع تعالي تحت راسك ويبقى العشاء بدري وما يبقاش بعديه نوم على طول، وامتناع عن الحاجات المسبكه والمسكره والحادقه والحراقه هيخفف كتير جدا بالنسبه للعلاج، وده اللي هيخفف الصدر في الحقيقه، هيبقى علاج الصدر، لان احنا دايما القاعده عندنا علاج السبب هو العلاج الناجح وليس علاج العرض. علاج العرض سرعان ما يرجع مره ثانيه بانتهاء علاج العرض، لكن علاج السبب ان تاتي على المرض من اصله، هذا هو اساس الطب وهذا هو اساس العلاج. ولذلك الامراض اللي احنا مش عارفين اسبابها او كثير منها احنا اللي مش عارفين، لكن هي معروفه، وكل داء دواء، عرفه من عرفه جهله من جهله، ومعروف بس احنا اللي مش عارفينه، لان احنا ما اوتيته من العلم الا قليلا، فهو ده اللي بيسبب المشاكل. اتفضل. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور حضرتك انا نايم قوم حاسس ان صدر مقفول من الضلع كده. معلش انا مش سامعك، علي صوتك شويه يا استاذ. بقول لحضرتك انا ده نايم قوم النوم حاسس ان صدر مقفول من البلغم. قوم مكتوم من النوم البلغم لما تكون نايم، وانت نايم كده؟ قوم كحه كتير قوي ويطلع من بقى. طب وانت صاحي، وانت صاحي في بلغم؟ احيانا بكح كتير. يعني انت بتكح وانت بالنهار ولا بتكحش؟ ايه؟ بتكح وانت بالنهار ولا لا؟ اثناء النهار. بكح احيانا. اثناء النهار بتكحي برضه؟ وما في عندكش حساسيه ولا مدخن ولا حاجه؟ لا ما بدخنش، انا كشفت عند كذا دكتور يديني علاج للكحه وبتاع برضه بس ما فيش حاجه. طيب المعده عندك كويسه؟ ما فيش حرقان ولا حموضه برضك ولا المعده؟ احيانا بتجينا الحموضه بس. الحموضه دي هي دي اللي بتصحي الليل، هي دي اللي بتزود عندك ارتجاع، دي اللي بتحسه برضه بالليل، لازم تعالج المعده مع الصدر. هتعالج المعده مع الصدر ان شاء الله تكون احسن باذن الله. طيب اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. انا كنت اتصلت بستك قبل كده. عند المدام عندها حساسيه على صدرها. وحامل. وحامل. فانت قلت لي ستك قلت له خليها تكشف عند دكتور صدري. طبعا. فاحنا كشفنا عند دكتور صدري فاداها علاج وخلاها تمشي على جهاز كده بتاع شفط في الشام كده. تمام كويس. ماشي، وهي حامل حاليا. ولا حاجه. الكشف الثاني الدكتوره قالت لها انت عندك انيميا. كويس، وتعالج الانيميا برضه. راح حليت الدم. وراح للدكتور ادى علاج الانيميا. تمام. فهي ماشي عليه برضه، لا تمشي عليه لغايه ما تقولي لي برضه. تمام، ده كويس، الكلام ده كويس كله. بالنسبه للعلاج والحاجات ديت مش غلط على الجنين ولا حاجه؟ لا مش غلط. مش غلط، الدكتور متخصص في امراض الصدر او امراض القلب او امراض العصبيه او امراض الجلديه، اي مرض اي متخصص يدرس ويفهم الحامل وغير الحامل والطفل والكبير والصغير والشيخ الهارب، كل ده بيدرسه ويعرفه. ما فيش حاجة اسمها ان انا لازم اللي يعالج كل امراض الحمل، كل امراض الحمل بكل تخصصات ب 30 تخصص الموجودين في الطب هيعالجهم دكتور الامراض النساء، ده كلام غير صحيح، لان دكتور امراض النساء لا يستوعب ولا يستطيع ان يشخص ولا يستطيع ان يعمل تفرقة بين الامراض في كل هذه التخصصات، انما ينبغي اللي هيعالج كل مرض في تخصصه هو الطبيب المتخصص، امراض صدرية يعالج امراض صدرية، القلب امراض القلب، العصبية العصبية، الروماتيزم الروماتيزم، بس دكتور امراض النساء بيكون هو متابع للحمل، ولكن ليس معنى ذلك ان احنا ما نقللش من قدر زميل امراض النساء، لا ده قدره عظيم وهو اللي بيتابع كل ده، لكن برضك كل واحد في تخصصه وما يخافش ابدا، طالما انه عارف ان المريضه حامل خلاص، الكلام ان انا مش عارف او ما قالتليش او، لكن طالما انا عارف المريضه حامل خلاص انا اعرف ازاي المفروض الحساسيه تعالج ازاي، الضرر يتعالج ازاي، الصدر كل امراض الصدر لابد ان يكون مستوعب كيف تعالج فيها الحامل. فالدكتور الصدر بيدي بخاخات وعارف بخاخات امنه جدا مع الحمل، بل بالعكس هي الامن وهي الاحسن لانها ما تاثرش على اي اعضاء اخرى من الجسم، عشان بس ما اسمحش المقوله الغريبه اللي انا بستنكرها بصراحه وما اعتقدش ان دكاتره المرضى بيقولوها، انما هي المرضى من تخوفهم احيانا يقولوا بيقول الطبيب بمنعني ان انا استخدم بخاخ، ده كلام غير صحيح، طالما هناك داعي طبي، داعي طبي وداعي مرضي لاستخدام بخاخ، بل هي الامن والاحسن والافضل ولا بد ان يحافظ على ذلك، وسيبنا من الشائعات زي ما بقول المغرضه ديت والحاجات المضره التي تضر الجنين، بالعكس بخاخات هي الوحيده اللي ما تضرش الجنين. اتفضل يا استاذ صلاح. ماشي يا بيه. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اتفضل. الله يرضى عليك يا دكتور، انا شايل مشكلاتي بعيد عن الفرع. وكنت مدخن طبعا، كنت مدخن زياده عن اللزوم يعني. فبطلت التدخين والحمد لله بقالي كده 4 شهور. طب بس انا عايز اسالك على حاجه بعد اذنك يا استاذ صلاح. انت تقصد بالتجمعات الدمويه انت كنت بتكح تجيب دم ولا كان فيه فعلا شخصوا ان في تجمعات دمويه بالاشعاعات؟ بالاشعاعات، كان في تجمعات دمويه. بالاشعه؟ باخد حقن. بالاشعه. عملت اشعه وشافوا كده. نعم ايوه. عملت اشعه وكنت بديني حقنتين تسليم. اشعه مقطعيه. ايوه نعم. طيب اتفضل. اتفضل اتفضل.
كنت باخد حقن الصبح وبالليل عشان تخفيف يعني تخفيف الدم. و جات لي كحه بقى شديده كانت بتنفضني نقط بتنفض صدري كله بالكامل. الكحه نعم امتى بقى الكحه دي قريب الكحه ده شغال على طول ديت وخدت دواء لها كتير. طب هو التجمع الدموي ده كان امتى؟ كان امتى؟ بقى له شهرين. شهرين. طب انت عملت اشعاعات تانية بعد ما خدت العلاج تحسن ولا ما تحسنش؟ عملت اشعاعات والتجمعات الدمويه كلها راحت الحمد لله. راحت الحمد لله. ما عادش عندي مشكله دلوقتي الا اي اكل باكله وعاوز ارجع. حموضه شغاله. في حموضه الدكتور زنتاك استاذ صلاح في حموضه في المعده. طب ما هي دي سبب الكحه. ما وصف لي الدكتور وصف لي زنتاك. زنتاك. فتاخد واحده قبل الاكل. نعم. واحده قبل الاكل مرتاح. اقول لك استاذ صلاح انت برضك أرضك أرجوك أنك تسمع الحلقة دي كلها. أنا برضك ده واضح أن الموضوع المعدة هنا هو ليه دور كبير وارتجاع الحمض على المريء وهو سبب الكحة بعد ربنا الحمد لله شفاك من موضوع التجمع الدموي. طبعا المعدة ممكن قوي نتيجة كده فيه أنه بيرجع ارتجاع الحمض ده بيطلع منه رذاذ صغير جدا ينزل على الشعب الهوائي بعد ما يطلع لفوق كده من المريء ينزل على الشعب الهوائي مادة كيماوية بتحرق بتلسع كده في الشعب الهوائي فتقعد تستهيج كحة شديدة زي ما بتحكي انت كده. الكحة تبقى عنيفة جدا وكحة جافة وممكن يحصل معاها تهيج وضيق في الشعب الهوائي كمان فعشان كده بتبقى مؤذية جدا ومؤلمة جدا وشاقة جدا. فعشان ورغم ان علاجها بسيط ان احنا نرجع لعلاج السبب الاساسي هيلتئم ان شاء الله المعدة تتحسن المريء بالتالي يتحسن ما يبقاش في ارتجاع لفوق ما تجيش المادة الكيماوية دي تتأثر وتنزل على الرئة بالذات اثناء النوم لان اثناء النوم بتبقى باسهل عليها استنشاقها ونزولها عالي. شم مية عشان رجلي ساعات بتورم معلش يا محمد انت قلت لي انت اسمه مش عارفة يبادين كده محمد معلش انت قلت لي انت عندك كام سنة؟ انا عندي 53 سنة. طيب في حاجة في القلب ولا مفيش؟ نعم في حاجة في القلب ولا لا؟ في القلب؟ لا مفيش حاجة في القلب بس يا دكتور معدتي برضك مع الصدر تعباني برضك يعني ايه في بعد ترجيع كده. لا انت هتاخد علاج المعدة دي خلاص مفيش مشكلة فيها انا بتكلم بس عشان ورم بتاع رجلين انت بتقول عليه انا عايز اشوف سببه. هل انت الدكتور وصل ليه لسبب الورم بتاع رجلين؟ لا هو قال لي ارفع رجليكي ما خلاش مدلدله وخد البرشام بتاع الميه وبرشامه الضغط بالليل قبل العشاء. طيب ماشي ما احنا متفقين على ذلك لكن المهم ما يكونش بس في حاجه في ضعف عضله القلب هي اللي عملت الميه او سبب اخر عشان يبقى محتاج علاجه لو في يعني الطبيب هي بس يشوف ان سبب الميه دي ما يكونش لاي سبب اخر عشان لو في سبب تاني هيحتاج علاج السبب الاساسي. هو قال لي لكن ترفع رجليكي وتاخدي الراس المضره البول دي ماشي كلام مظبوط ما فيش فيه مشكله. أيوة. دي بكويس هيريح بس المهم ما يكونش فيه حاجه مسببه لذلك بس اذا كان ورم شديد. لا هو قال لي لا هو بس عشان الدلدله. طيب يبقى ورم خفيف بقى ورم ما فيش مشكله ان شاء الله. بيفش برضك بيفش لما ترفع رجليك. يبقى ورم ده من وقفه كتير. ايوه ده يبقى سبب وقفه كتير ولذلك انت تحاولي وانت بتوقفي تحركي رجليك شويه تحركي شويه ريحي شويه كده تحركي شويه وترجعي تاني توقفي لو في المطبخ مثلا ما تبقاش واقفه كده على طول ساعتين ثلاثه. الحاجه الثانيه انك فعلا لما تنام بالليل ترفع رجليك شويه على مخده واحده حتى كده هتلاقي الورم ده فش طالما هو ورم بيجي نتيجه الوقفه لمسافات طويله. ايوه دكتور انا بقول احيانا بعض ادويه الضغط بتعمل ورم البسيط ده بردك هو الدكتور عارفها طبعا واكيد تجنبها. نعم ماشي شكرا يا دكتور. شكرا لله. طيب اختي هند اتفضلي. الو ايوه اتفضلي. معلش يا دكتور انا كنت عايز اسالك بخصوص والدتي. عندها حساسيه مزمنه ليها حوالي 18 سنه. عمرها كم سنه؟ 53. بس يعني هي بدايتها ان هي كانت عرقانه خالص وطلعت في هواء فجاه كده كان في الشتاء الكلام ده نزله شعبيه نزله شعبيه يعني الكلام اللي انا نبهت عليه اكتر من مره نبادي بالذات اللي هي النزله الشعبيه. بس هي دكتور ايه طبعا اللي حصل كالاتي ان هي متابعه مع الدكتور ومتابعتها مع الدكتور يعني المرحله لحد الان انا مش عارفه اطول عليك عشان ميعاد الحلقه. ان هي الدكتور مره يقول لها عندك تمدد في الشعب الدمويه بتاع لا بس استني استني بس الشعرات الدمويه بتاعه الرئه ومره يقول لها عندك انتفاخ اللي هو لسه انت بتتكلم عنه انسداد رئوي. طب استني بس واحيانا يا دكتور يعني على حوالي 5-6 مرات ليها سنتين يعمل كنظام خراج في حته كده خراج في الرئه يعني كده بتظهر في الرئه من فوق خراج في الرئه كتير وكحه نفسها طويله. طب اسمعيني بس دلوقتي بتكح وتجيب بلغم كتير صيف وشتاء ايه في الصيف والشتاء طوال السنه يعني
صيف وشتاء. طيب يزيد لما تاخد نزله برد البلغم؟ اه بيزيد لما تنام على جنب، ولازم تاخد اكسجين، لازم تاخد. طيب بفار. بيزيد لما تنام على جنب معين يمين او الشمال؟ يزيد لما تبقى على جنب منهم اكثر من الثاني؟ في دم؟ طيب في دم، في دم، ممكن تكون في دم لو ضحكت تكح. اه بيجي دم ساعات؟ لا مفيش، لا دم خالص. هو في الغالب اللي زي ما قال لك الدكتور ده تمدد في الشعب الهوائيه، ودي امر سهل جدا، سهل جدا تشخيصه بالاشعه العاديه والاشعه المقطعيه عاليه النقاوه. دي تمدد في الشعب الهوائيه مش حسيه، بس هو بيبقى معاه ضيق في التنفس زي الحسيه. ده بيبقى علاجه مختلف، ده هيبان لما تعمل اشعه، يعمل اشعه عاديه ممكن المرض يبان وخلاص ونكتفي بكده، ان في تمدد فعلا او في خريج زي انت بتقولي احيانا، او تكيسات في الشعب الهوائيه. مش طب معنى ترك الحويصلات يا دكتور؟ مش الشعب الدمويه، خد بالك بس، مش الشعب الدمويه، هي الشعب الهوائيه. ال ديت بتبان بالاشعه ديت، اذا ما ظهرتش بالاشعه ديت بتعمل حاجه اسمها اشعه مقطعيه عاليه النقاوه، بيقدر برضك يحدد منها الطبيب المتخصص اذا كانت دي تمدد في الشعب الهوائيه ولا لا، لان مرض تمدد الشعب في الحقيقه يختلف عن الحساسيه تماما، ويحتاج وقايه ثانيه مختلفه، ويحتاج ياخذ مضادات حيويه اثناء النوبه بكثره ومكثفه، واحيانا نحتاج كمان تطعيم ضد الانفلونزا في كل شتاء، خاصة في السن اللي عدى الخمسين ده والمرض بقاله 18 سنة. التطعيم ده بيبقى في شهر 10 في أكتوبر، فده محتاجين الكلام ده يتحدد عشان خطر إن في فارق كبير في العلاج ما بين الحساسية وما بين السد الرئوية وما بين تمدد الشعب الهوائية. اتفضل يا أستاذ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. والله عندي والدتي تعبانه صدرها على طول، وبجيب لها علاج اللي هو البخ ده، فمش الدكتور قال لي تمشي عليه على طول. طيب ما فيش مشكله لو في حساسيه، هي يعني اي قال لي مجهود القلب بتاعها بسريع النبضات جامد على طول كده. هي عندها كم سنه؟ عندها 65. طيب انت ماشي على علاج الحساسيه من زمان والبخاخات من زمان؟ البخاخات نعم؟ البخاخات بتاخدها بقى لها فتره. دي لها فتره من زمان. طيب دكتور الصدر شخص لك ان دي حساسيه ومحتاجه البخاخات. خليك بس سامعني؟ ايه سامعني ولا لا؟ البخاخات الصدر وصف ان محتاجه البخاخات. البخاخات فعلا مناسبه لحالتها وينبغي ان تاخدها زي ما قال الطبيب، لكن موضوع ضربات القلب الزياده في السن 65 وحاجه جديده ومعاها ضيق في التنفس الشديد اللي حصل ذات ديت، في الحاله دي أيوة. بردك تعرضها على دكتور اخصائي امراض قلب كمان. دكتور اخصائي امراض قلب بس يستبعد اي حاجه في القلب، وبعدين تمشيها على علاج الحساسيه زي ما ماشيه حسيت الصدر حسيت الشعب الهوائي. طيب مجمل القول بقى عشان احنا يعني قربنا ننتهي، ان احنا عايزين نقول ان المشقه تجلب التيسير، اذا كان في مشقه كما هي القاعده الفقهيه الشرعيه، اذا كان في صعوبه فعلا وده هيحصل مع الحالات الحاده في الامراض الصدريه اللي ذكرتها بالتفصيل، الحالات الشديده، الحالات المصحوبه بامراض اخرى، الحالات التي معها مضاعفات للمرض نفسه، دي هيبقى فيها مشقه ودي تجلب التيسير، لابد ان يكون الانسان هيفطر وبعدين يبقى عده من ايام اخرى، لان امراض حاده وبتشفى باذن الله ويبقى فيه برء منها ويقضي ما عليه. اما الامراض المستمره الشديده اللي انا ذكرت منها السد الرئوي المزمنه وانتفاخ الرئتين وتليف الرئتين، خاصه بقى اذا كان التليف ده وصل لفشل في التنفس، فشل مزمن في التنفس، يبقى فشل مزمن في الغالب في الحالات ديت، او كان معاه سمنه مفرطه معاه فشل في التنفس، او مصحوب بامراض من امراض النوم، او مصحوب بامراض اخرى في هذه الامراض، او في ضعف في عضله الجانب الايمن من القلب نتيجه الامراض الصدريه، ده بعد فضلا عن ان يكون في مرض في القلب نفسه، في هذه الحالات كلها هيبقى في مشقه كبيره جدا في الصيام، واحنا ننصح المريض هنا بالفطر، ويبقى ديت عليه الاطعام، لان هو دي مرض لا يرجى برؤه، لان مرض مزمن ومرض شديد ومصحوب بمضاعفات. طبعا بالاضافه ربنا يعافينا ويعافي الجميع يا رب، اضافه لامراض الاورام، اورام الرئتين او اورام الغشاء البلوري، اذا كان في اثناء العلاج بالذات اثناء فتره العلاج الكيماوي فتره العلاج الاشعاعي، ده هيبقى فيه مشقه بالغه وده ما يصومش. اما اذا كان حالته مستقره وخلاص ما بياخدش علاج وصحته العامه ردت في بعض الاحيان، في بعض الاحيان مش في كل الاحيان، في كثير من الاحيان في، وهو شايف ان هو يعني الافضل ان يصوم. انا احنا في الحقيقه انا بتكلم الكلام ده اللي قلته النهارده بالتفصيل ليه، لان احنا احيانا ونعمل لما نقول للمريض افطر ويكون حالته كويسه ويلاقي نفسه نفسيا متضايق انه فاطر يعني مفطر في وسط الناس، بنلاقي حالته تسوء، لان الناحيه النفسيه اثرت على الحساسيه زودتها، الناحيه النفسيه زودت ارتجاع الحمى، الناحيه النفسيه زودت، فاحنا نقول لا احنا مش عايزين نعمل له مشكله ثانيه، مش مشكله طالما يستطيع الصوم واحنا شايفين الصوم لا يضره ولا يزيد مضاعفات، نخليه نفسيا مستريح ويفرح بفرحه الصائم
مع الصائمين، لأن اللي فرحة زي ما الرسول علمنا، ففرحته ديت نفسها ممكن تخفف المرض، فرحته ممكن تخلي نفسيته كويسة ما يتضعفش مع المرض، فرحته تقلل من الانعكاس النفسي، وإحنا عندنا انعكاس النفسي دي وأنا بذكره كتير، الانعكاس النفسي بالذات في الحساسية وفي بعض الأمراض الأخرى بتعمل مشاكل كتير جدا. فالانعكاس النفسي إذا كان إيجابيا إن إحنا في صيامه وما فيش مشقة وإحنا شايفين الموضوع فيه سعة، إحنا هنا وإحنا ونساعد المريض أحسن في إنه يكون أحسن، ونساعده في إنه يفرح مع الصائمين، ونساعده إنه هو يسترد عافيته، وده الأفضل ليه في هذه الحالة، ونأخذ الأمور بميزان العدل والقسط، وإذا قلتم فعدلوا. وإحنا دايما ربنا أمرنا بكده، إحنا بنقول صح حتى في الطب برضه، وإذا قلتم فعدلوا، نقول العدل، نقول القسط، نقول اللي في مصلحة المريض واللي في مصلحة المرض واللي هو الأيسر ليه والأحسن. نرجو ان احنا نكون يعني جاوبنا عن اسئله كثيره تدور بخلد معظم مرضى الامراض الصدريه في هذه الاونه، وان شاء الله باذن الله نرجو الجميع ان يستطيعوا ان يصوموا بيسر وسهوله، وان يتقبل الله عز وجل من الجميع صيامنا وقيامنا وقراءتنا، وان يجعلنا من الذاكرين والا يجعلنا من الغافلين، وحتى نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا. أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة. البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد. لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر. أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة، استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني. عملت الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. تمام. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي